مجمع الصيادة جنوب كركوك يحتوي على أكثر من 60 عمارة سكنية يسكنها قرابة 500 عائلة، أصبحت شوارعها أشبه بأدغال وملاذات للحيوانات والقوارض بسبب الإهمال من قبل الحكومة المحلية. ما نقدر لا نفتح شباك لا نقدر نفتح باب من وراء هاي الـ يعني تشوفون الوساخة اللي بالمجمع، يعني على أساس أكو مي حلو يجي المجمع من قبل الانتخابات، سمعنا مي حلو وسووا هنا حفرة وجماعة بالباب وتوقف علينا المي تقريبا أسبوع وماكو، رجعنا على المي المالح وماكو مركز صحي ماكو نهاية، كانت أكو صيدلية وصيدلي شالوها هماتين، يعني إذا ردنا مثل واحد يتمرض بالليل يا أما نروح للمجمع للصيادة يا أما روح قبل لهذا، يعني فريد يا ريت مركز صحي. يفتقر هذا المجمع إلى الخدمات بجميع أنواعها، فالمياه الصالحة للشرب معدومة والمستوصف الطبي تحول إلى قاعة لمجالس العزاء، والدوائر الحكومية تصف العمل في هذا المجمع بالصخرة، وفي حال عدم دفع الرشوة لا تصل إليهم مركبات جمع النفايات. لما كنت في وقتها مدير مجمع، كل دائرة حكومية أروح لها يقول لي إحنا مسلمين المجمع، زين لما مسلمين المجمع ليش سلموا الشقق؟ ليش فتحوا المجمع للعوائل؟ لما خلوهم إنه يا دائرة روح على المجاري يقول لك إحنا نجي صخرة، المحافظ أنطى مجال للبلدية لمدة أسبوعين ينظفون كركوك، لحد الآن هذه الخدمات إحنا ما وصلتنا، أبو الكابسة عندما أنا كنت مدير أحكي لك، مو أحد قال لي، لا أني أبو الكابسة أسبوع من الأسابيع ما أنطيته كارتات، ما يجيني إلا بكارتات، ثق بالله أبو الكابسة وأبو شو اسمه لحد هاي اللحظة إذا ما تنطي كارتات ما يجيك. حملات تنظيف مناطق وشوارع كركوك لا تزال حملات أعلامية فقط، ووجودها يقتصر على وجود كاميرات مراقبة، فهنا في مجمع الصيادة ينتظر السكان وصول عمال التنظيف منذ أكثر من أسبوع. مطالب كثيرة لدى سكان مجمع الصيادة في كركوك، أولها إيصال المياه الصالحة للشرب والنظافة والخدمات الصحية، لكنها تبقى مطالب لحين تحقيقها. من كركوك عمار حامد، يو تي في.